كذلك من أسس نجاح العلاقة الزوجية التعايش مع المشكلات. زوجي مدخن مرة ومرتين وثلاثة ما قدر، خلاص تعايش مع المشكلة، آمنا بالله ورضينا أن المدخن عشنا معه. زوجتي صوتها طويل، الأزواج يشتكون ترى كذا، خلاص آمنا بالله، أحاول مرة ومرتين وثلاثة بإذن الله خلاص ما تنتهي الحياة، أتعايش مع هذه المشكلة وحاول أن يقللها. بعد فترة بعد أيام تهدأ هذه الزوجة ويهدأ هذا الزوج وتذهب هذه الأمور الغير محببة.